كل او هذه المباراه. انا اتذكر مباراه انيمبا، نادي الاهلي كان في سنه 2005 في دوري المجموعات ايضا، كنا بنلعب انيمبا في نيجيريا، فريق نادي انيمبا في ذلك الوقت كان من اقوى الفرق في افريقيا. كنا بنلعب انيمبا في نيجيريا، وكانت المباراه دي بالنسبه لنا حياه او موت، كنا لازم نكسب، كانت شبيهه بهذا التوقيت او بهذا التوقيت. عموما مباراه انيمبا احنا رايحين نلعب انيمبا، انيمبا ما كانش اتغلب على ارضه لمده سنتين. سنتين كاملتين لم يهزم نادي انيمبا على ارضه الا في هذه المباراه من النادي الاهلي. عماد متعب احرز هدف المباراه، الدنيا كانت المطره مغرقه الارض والميه كانت تقريبا علو كده، الميه كانت عاليه في هذه المباراه. اه بالظبط، كويس جدا ان انت جبتها لنا، دي لقطات مهمه جدا. هي نفس الظروف تقريبا، هي نفس الكلام واللي كان بيحصل في هذه المباراه او اللي حضراتكم شايفينه في هذه المباراه ان شاء الله تشوفوا النهارده. مجموعه اللاعبين اللي كانوا متواجدين، انا للاسف لم اكن متواجدا في هذه المباراه، ولكن النجم الكبير كابتن عماد النحاس كان متواجد، ممكن برضو يحكي لنا عن هذه المباراه. فاللي بقوله لحضراتكم ان بصوا حضراتكم، قدرنا او نادي الاهلي قدر ان هو يكسب انيمبا في نيجيريا، وكان بقى لها سنتين ما حدش كسبها، وكان كل الناس بتقول لك ان النادي الاهلي يعني بالكثير قوي هيتعادل، ولكن فوز النادي الاهلي في هذه المباراه كان له الاثر الكبير بالفوز ببطوله افريقيا. خدوا بال حضراتكم، دي كانت مباراه في دوري المجموعات ايضا، هذه المباراه زي ما قلت لحضراتكم عماد متعب النجم الكبير، عماد متعب بيحرز هدف المباراه، كان بقى لهم سنتين ما اتغلبوش، وفي نفس الوقت او على ما اتذكر ما كانش حد بيعرف يجيب فيهم اجوان. النادي في ارضهم يعني، النادي الاهلي راح وزي ما حضراتكم شايفين كده الشاشه امام حضراتكم، الشوط الثاني او من نص الشوط الاول لغايه نهايه المباراه المطره كانت شديده جدا جدا في ملعب المباراه، والميه كانت في الملعب كانها يعني كنا بنلعب في حوض سباحه. خدوا بالكم، كان من المعروف ان انيمبا اي حكم بيروح هناك يعني بيبقى عنده بعض الامور كده او الضغط اللي كان عليه، ولكن النادي الاهلي في ذلك الوقت قدر ان هو يكسب انيمبا، قدر ان هو ياخد 3 نقاط، قدر ان هو يكسر اسطوره نادي انيمبا في ذلك الوقت، قدر عماد متعب كالعاده الحقيقه في الوقت ده ان هو يقدر يجيب هدف ولا احلى زي ما حضراتكم شايفين، ابو تريكه لف وحطها لمتعب، متعب حطها له رجعها له مره ثانيه النجم الكبير ابو تريكه للنجم الكبير ايضا عماد متعب ليحرز هدف المباراه. شبيهه باللي احنا شايفينه النهارده، ارض الملعب كانت مختلفه طبعا ان هي كانت نجيل طبيعي، ولكن كانت كلها ميه زي ما حضراتكم شايفين اللعيبه، بصوا عامله ازاي احمد السيد، اعتقد لو جبنا صوره احمد بصوا اللعيبه كلها هتلاقوها اهو، وشادي وكل المجموعه اللي كانت موجوده والكابتن وائل جمعه والكابتن شادي وكباتن كلها الحقيقه، بصوا الشرطات كانت عامله ازاي، الميه كانت كتيره جدا في الملعب، يعني ده يوازي شويه النهارده النجيل الطبيعي النجيل الصناعي. عشان كده انا بقول لحضراتكم هذا هو النادي الاهلي، لا تفقدوا الامل ابدا ابدا، احنا لا نلعب الا على شيء واحد، التشكيل ده خلاني متفائل، خلاني ابقى شايف ان لا النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في هذه المباراه، انا يعني ما اعرفش، انا عندي احساس كده، ربنا يسهل ان شاء الله ونبقى نتكلم بعد المباراه اكتر في هذا الموضوع، ولكن ان شاء الله ان شاء الله هذا التشكيل. انا رايح العب نادي فيتا كلاب، انا كمدير فني اللي هو مستر مارتن لاسارتي رايح يلعب مع فيتا كلاب في فيتا كلاب بالتشكيل اللي بيلعب بيه خلال الفتره الاخيره وبشكل كبير، هو اللي بيكسب بيه، هو اللي عامل الطفره اللي موجوده في النادي الاهلي بطريقه اللعب بغض النظر عن الاسماء، لان الاسماء اللي موجوده كلها اي حد، افرض بقى حسين الشحات اللي كان بيلعب، افرض لو كان جيرالدو مقيد افريقيا ولعب في هذه المباراه، وبالتالي الاسماء ما تفرقش، ولكن طريقه اللعب الحقيقه 4-2-3-1 اعتقد ان هي هتدي اريحيه كبيره للنادي الاهلي، هي دي كره قدم في الاخر، انت بتعمل اللي عليك كمدير فني، بتعمل اللي عليك كلاعبين، وفي النهايه يتبقى توفيق ربنا، توفيق ربنا قبل كل الحاجات دي هو اللي يخليك تكسب هذه المباراه، زي ما قلت لكم مباراه انيمبا في دوري ابطال افريقيا سنه 2005، الناس كلها كانت قايله ايه؟ يعني ان شاء الله هنرجع بالتعادل بس من هناك، قدرنا نكسب نادي انيمبا في عقر داره، وكان بقاله سنتين لم يهزم، نتمنى ان ده يتكرر اليوم. خلينا نروح نشوف ماذا يحدث.